أهلا بكم من خزان سنار. رحلة جميلة جدا لولاية سنار. نتمنى أنكم تستمتعوا معنا بالأجواء الجميلة دي وتزوروا سنار في مقبل الأيام إن شاء الله. منظر جميل جدا في ولاية سنار. الأمواج أصواتها جميلة. حجارة مغسولة بالمياه. ومعنا ميسرة. دكتور ميسرة، هلا، مرحبا بك في ولايتك، ولاية سنار. وعقبال ما نزور مدن كثيرة في السودان إن شاء الله في عطلتنا. طبعا خزان سنار، من خلفنا خزان سنار زي ما انتم شايفين خلف الكاميرا من بعيد. ان شاء الله نقرب اكثر الخزان. اليوم صادف انه الخزان كان مقفول، ما عارف عندهم صيانة، تقريبا عندهم صيانة، فغير مسموح بالمرور من بوابة الخزان نسبة لبعض الظروف. منظر بجد جميل، وسعيدين كوننا صادفنا انه الخزان مياهه قليلة. يعني في المنطقة دي زي ما حكي لي يعني انه كانت الموية تكون لحد هنا، يعني مرتفعة لحد الشجر. فريالي نحن يعني استمتعنا بال انه نزلنا في المنطقة دي للحجارة المغسولة، ووشي ستونز هي. وصوت الموج يداعب في الرمل ويداعب في الصخور جهة وذهابا. خلفنا هناك دي قرية الشيخ فرح والتكتوك. الشيخ فرح والتكتوك هو واحد من رجالات الصوفية، واشتهر انه عنده حكم كثيرة، وانه رجل حكيم، فينسب له الكثير من الحكمة ومن الحكم ومن الأمثال. تلك هي قبة الشيخ فرح والتكتوك كما ظاهرة للعيان. المنطقة هنا منطقة الصيد، زي ما نحن شايفين انه في كمية بتاع الشباك. تقريبا لما سألنا الصيادين قالوا انها بايتة من امس هنا بيصطادوا الاسماك في منطقة الخزان ومنطقة البحيرة، بحيرة الخزان. فجو عليل، جو عليل جدا جدا، جو عليل. يا ميسر ان شاء الله مستمتع. عجبتك الرحلة؟ ان شاء الله المرة الجاية نيجي نلقى الخزان فاتح والحركة فيه منسابة. المسافة بعيدة، اذا قلت داير تقطعها على أرجلك، مسافة بعيدة طبعا. فندعو الناس انها تزور منطقة سنار. منطقة سنار منطقة جميلة واهلها كريمين. فريالي منطقة جميلة، منطقة جميلة جدا. جو تخييم، حجارة جميلة، منظر حجارة جميل مغسول. اوبا، على الإنسان انه يسير بحذر. حجارة جميلة جدا. الموج جميل. أشجار عريقة طبعا، جزورة كبيرة. يا ميسرة، انت وين؟ ما شايفينك انت. تعبت؟ تعبت؟ تعال حصلنا.
الصيادين طبعا منطقة الصيد نحصل نزل الصياد من السمك كمان لقينا فريش فريش فيش هي maybe we can find fresh fish هي طبعا رغم انه البلد منتجة لل او فيها صيد الاسماك لكن السمك هنا غالي السمك هنا كيلو ب 1200 العجل ب 1200 هنا السلام عليكم كيف يا عمنا تمام السمك كيف في سمك ولا ما في سمك ها ما في سمك الصيد احسن هنا ولا احسن في البحيره بغادي ها هاي هنا التيار مش التيار كثير بتصطاد بالسنارة ولا بالشبكة؟ بلدكم دي مالها الكيلو فيها ب 1200 يا اخي كيلو السمك فيها ب 1200 الناس بتحبه السمك ده طبعا ما حاجة طيبة شديد شكرا يا عمنا زي ما ظاهر لنا حجارة حجارة ساكتة فأنا ما عارف هل الحجارة دي جابوها صناعية هل الحجارة دي صناعية ولا هل جات مع جاب المستعمر ولا هل نقلوها لأهالي لأنها حاجة جميلة بالمناسبة الحجارة دي حاجة جميلة الحجارة متنوعة فالزول يمشي بحذر في الحجارة يمشي بحذر فيها فمن دي لو سقطت باد بروبلم يعني باد بروبلم لو سقطت من هنا أوه. المخلفات افترض المخلفات دي تكون ما في احنا نحافظ على الجانب السياحي منطقة جميلة طبعا منطقة جميلة جدا 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 اوه ننزل الرملة ننزل 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 للرملة اخيرا نزلنا للرملة من سنار ومن خزان سنار خزان سنار خلفي مباشرة رحلة جميلة نتمنى ان تعجبكم ونتمنى ان تزوروا سنار وتستمتعوا بكل هذه الاجواء طبعا ده منظر رائع جدا منظر رائع منظر رائع في اثار زول تقريبا كان دي قدامنا ألاحظ إنه ما في زوار كثيرين فما أعرف الناس هل مشغلة بظروف المعيشية ولا الحاصل شنو الموية لما ترجع ترجع ببطء الموية لما ترجع ترجع ببطء تترك الآثار تعال يا موجة كم 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 الموجة طبعا لما ترجع بتترك أثر جميل على الرمال أثر جميل على الرمال عمر هنا عمر هنا عمر هنا أجواء جميلة هناك طبعا خزان سنار خزان سنار نلاحظ انه خزان سنار خلفنا او جنوبنا في الجنوب الجغرافي جمال 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 الموج الموج لما يضرب ويرجع عامل الشكل ده طبعا عامل الشكل ده ده الموج لما نرجع اضغط الموج لما يرجع عامل الاخدود ده طبعا الى اخر
الشيء الجميل اللي عجبني جزع الاشجار. شوك طبعا شوك. زول يبقى حذر. هنا في شوك. منظر جميل جميل جدا 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 جدا. الأشجار جذعها إنها ثابتة ما شاء الله، قد تكون لها سنين. فجذور الأشجار، أشجار النيم ظاهرة، جذور الأشجار النيم ظاهرة. جميلة جميل، منظر جميل جدا. خزان سنار، منظر جميل، منظر منظر جميل 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 جميل، منظر جميل. طبعا واقف على حجر، حجر لو انزلك حاجة. دايرين الناس تجي سنار هنا، ان شاء الله تلقانا نرحب بها، نرحب بالناس ونستضيفهم ونقدم لهم صورة جميلة عن سنار وعن إنسان سنار. فمرحب بكل السودانيين، مرحب بكل السياح من كل أنحاء العالم إنهم يزوروا منطقة سنار. في مناطق تانية حنتطرق لها إن شاء الله في زياراتنا التانية في ولاية سنار. ان شاء الله كل مره نوعدكم اننا ننزل حلقه في المناطق السياحيه اللي حنمشي لها في سنار ان شاء الله. اليوم طبعا بذلنا طاقه هاي انرجي من الصعود والنزول، الصعود والنزول المتوالي. فخزان سنار، خزان سنار تقريبا كل البوابات ما شغاله. خزان سنار، خزان سنار تأسس سنة 1925. سنة 1925 تأسس خزان سنار من قبل الإنجليز، واستفاد منه في إنتاج الطاقة الكهربائية وفي الري، في مشروع الجزيرة وامتداد المناجل. حاليا مشروع الجزيرة وامتداد المناجل، مشروع الجزيرة تم إنشاؤه بعد خزان سنار. نتمنى انه تكون هنالك وزارة للسياحة، فما ادري انه في توريزم، منستري اوف توريزم هي ان سنار، بط زي منستري اوف كلشا ان جنرال ايديوكيشن تقريبا. دي دعوة مننا لكل الناس انها تزور سنار. السلام عليكم، نتمناكم تزوروا سنار في رعاية الله، والسلام عليكم.